بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه أولاً إلى حضرة نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من محبه وانفعنا بمحبته في الدارين اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاته في الآخرة اللهم ثم إلى حضرة أزواج رسول الله وأصحاب رسول الله كلهم أجمعين اللهم ثم إلى حضرة أوليائك من مشارق الأرض إلى مغاربها يا رب العالمين خاصة إلى حضرة شيخنا شمس العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة كنية أحمد قطب مسليار قدس الله سره العزيز وإلى حضرة من مات من سمست كيرلا جمعية العلماء يا رب العالمين اللهم بحقوق وبجاه لديك يسر عسيرنا وسكل أمورنا وقل هوائجنا وأد ديوننا واشف مرضانا واغفر موتانا يا رب العالمين اللهم ثم إلى حضرة من مات منا يا رب العالمين ببركة هذه المجلس اللهم إنا نسألك ألا تعذبنا ولا تعذبهم في القبر ولا في المعشر يا رب العالمين ربنا اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم مفرة من نفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ആമീൻ റഹ്മത്തിക്ക യാ റഹമർ റഹീമീൻ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ സാമ്പത്തികമായി സഹായമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ വക്കൽ നിന്ന് ആ സദഖയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ